لما كنا نحكي حكينا عن preferred numbers، متذكرين preferred numbers؟ قلنا preferred numbers للspeeds بتتبعوا R 10 series، وأظن غلطنا برقم من الأرقام، خلينا نرد أكتبه مرة تانية. ممكن نبدأ في واحد 1.25 1.6 2.5. هلا هاي أظن أنا غلطت فيها لما حطيتها 3 وهي المفروض تكون 3.15. يا أسامة قطماني بعدين عندي حكيت عنهم، حكيت عن preferred numbers، لا بس بدي أربطها هلا بالهرنت بلين من نعم بس خليني هلا بدي أربطها بالهاي 4، وأظن بعدين رحنا 5 6.3 8 و10، وأنا صار في سرعات لحد 17 متر بالثانية. أحسن شيء تبعد عنهم نظامهم يحكوا معك صح يضحكوا سلهب. هلا لما نيجي نختار السرعة في الهرنت بلين بدنا نطلع على 3 سرعات. هلا ليش بنطلع على سرعات مختلفة؟ السبب الأساسي إنه أحيانا إذا رفعت السرعة شوي بقدر أنزل عدد المصاعد. فإحنا إذا عندنا البرايورتي البرايورتي إني أخفض، مين تتوقعوا أحسن رقم أحاول أخفضه؟ بالديزاين العدد. إذا البرايورتي أنا بالنسبة لي البرايورتي أعلى إشي هو L، إذا بقدر أنزل L لو اضطريت أرفع V شوي وأنزل L مش أحسن؟ أكون وفرت مساحة كبيرة بالعمارة. البرايورتي إذا أول إشي عدد المصاعد، بعده بيجي السرعة. كل ما زادت السرعة إيش بيزيد معي؟ حجم المحرك بشكل رئيسي، والمحرك هذا مكلف لأنه المحرك بده يجي معه باور إلكترونيك درايف أو فيريبل سبيد درايف، ممكن الجير بوكس يكبر أو يغير. نعم ما بيأثر على الأكسلريشن اللي بتأثر على البودي؟ لا، إحنا الأكسلريشن رح نضلنا مثبتينها، رح نضلنا مثبتين الأكسلريشن والجيرك، بس الفيلوسيتي بقدر أرفعها، بقدر هي السرعات هدول. هذه أنت ما رح تحس، أنت لو أنك قاعد داخل مصعد بتحرك على 10 متر بالثانية، لما يوصل 10 متر بالثانية ما رح تقدر تعرف أنك ماشي أنت على 10 أو على 2.5 أو على 2. لكن لو أنت قاعد في مصعد عماله بتسارع على 1 وبعدين حطيتك مصعد ثاني بتسارع على 2 متر بير سكند سكوير، بتحس ولا ما بتحس؟ بتحس. الإنسان حتى لو غمض عينيه أو هذا رح يضل يحس بالأكسلريشن، في فورس داخلية بحس إنه، وهذا مزعج طبعًا، كل ما زادت الأكسلريشن بتحس فيها، ففي أثر على جسم الإنسان، ما في أثر مباشر على جسم الإنسان ما بين السرعة. لما احنا في مركبه فضائيه الناس اللي بتتقل في مركبه فضائيه قديش السرعه اللي بمشي عليها؟ 14000 كيلومتر بالساعه مش هيك؟ 14000 او 30000 كيلومتر بالساعه، ما بمشي على سرعات هائله جدا، بس المهم هو التسارع. اذا عندي هون اعلى شيء اول شيء بدي اوفره، اذا وفرت في الاليفيترز هذا بعطيني سيفينج اوف سبيس، وهذا مهم جدا طبعا، غير الكوست عمالي بوفر بالسبيس تبع العمارة. اللي بعده في اللي هي الريتد سبيد، هذا بيأدي سمولر، بقدر اخذ محرك اصغر، بقدر اختار محرك اصغر وهذا رح يخفف علي. وبعدين في الاجهزه كمان، في كثير من الاجهزه بتعتمد على السرعه، اجهزه الحمايه سيفتي سيستمز، في جهاز الحمايه اذا صار عندي قطع في الحبال، احد اجهزه الحمايه هو السيفتي جير، بوفر كمان بحجمه بيساعدني. وكمان اذا صغرت السرعه المسافات المارجنز الهوامش اللي لازم احطها فوق وتحت كمان بقدر اخففها، بس اكبر عامل بهمني هو L، واخر شيء العامل الاخير اللي بهتم فيه هو CC اللي هو حجم المصعد. فبهذا الترتيب، فهاي الميثودولوجي هلا رح نحكي فيها، بتعمل مينيمايزيشن لهذا اول، اذا هدول تساووا، اذا في اوبشنز بتساووا في L بيعمل مينيمايزيشن ل V، واذا هدول تساووا بيعمل مينيمايزيشن ل سي سي اللي هي الكار كاباسيتي. يعني افرض عندي تو اوبشنز، عملنا اكثر من حل، ما هو هلا رح نعمل احنا اكثر من حل هون. اذا لقيت انه في حل بعطيني ال مثلا، في حل مقبول بعطيني ال 5 بسرعه معينه، وحل ثاني بعطيني ال 5 بس بسرعه اقل، مين بختار؟ اختار اللي بعطيني. لكن اذا لقيت حل بعطيني 5 مصاعد بسرعه عاليه، 5 مصاعد بسرعه منخفضه او 4 مصاعد بسرعه عاليه، مين باخذ؟ اللي بعطيني 4 وبرفع السرعه، بدفع شوي على السرعه عشان اخفف عدد المصاعد. اذا هاي هي البرايورتي. عارفين لما بتعملوا سورتنج في السبريد شيت، مش تعملوا سورتنج بتختار الكولوم الاول بعدين بتقول اذا تساوى الاشياء في الكولوم الاول بتعمل سورتنج على الكولوم الثاني. مثلا اذا عندي مثلا على الاحرف الابجديه او على الرقم الجامعي مش هيك بنعمل سورتنج؟ هلا لازم اقول له شو يعمل اذا تساوى هدول.
اذا هون لو جينا طلعنا رح ناخذ في 1 بدها تساوي او في 1 رح نطلعها بهذا من هاي المعادله. رح اقول انه تي تيرمينال فلورز بتساوي 20 سكند او 25 سكند او 30 سكند. رح نجرب رينج من السرعات. فرح تكون عندي اول وحده بتساوي 20 بتساوي دي تيرمينال. دي تيرمينال ايش يعني؟ اللي هي المسافه ما بين اعلى طابق واقل طابق، الارضيه تبعت اعلى طابق واقل طابق، هذول بنسميها تيرمينال ديستانس على في 1 زائد، وفي 1 راح تكون اعلى، بتحب نحطهم بالعكس بنقدر نسمي هذه في 3 ما بياثر، زائد في 3. لاحظوا ايه ثابته او 25 بتساوي دي تيرمينال على V2 زائد V2 على A زائد A على J، أو الحل الثالث أنه عندي 20 بتساوي D terminal على V3 زائد V3 على A زائد A على J. 30 و V1 بتكون 30 و V1. آسف 30 و V1 و V1 وهذه هون V1 وهذه. إذا هيك رح يطلع معي كم حل هاي رح يطلع لها المعادلة؟ هاي إيش رح تتعول لمعادلة؟ دي تيرمينال معروفة وA معروفة وJ معروفة وطبعا ال20 معروفة، فراح يطلع المجهول عندي V3، بس هاي راح تتعول لمعادلة كوادراتيك راح يطلع فيها رقمين، في رقم منهم ملوش معنى، أنت راح تعرفه بالهاي لما تحل، ونفس الشيء هون راح يطلع معي رقمين وهون راح يطلع معي رقمين، راح اختارهم، بس كمان بدي أتذكر إنه لازم أعمل V اللي بتطلع معي بدي أعملها سيلينج، بس سيلينج بحيث إنه يروح على رقم من الارقام هذه، اوكي؟ فبختار الهي. خلينا ناخذ مثال، شو رايكم ناخذ مثال؟ ما راح نحل هذا كامل، بس راح ناخذ مثال، خلينا افترض عندي عماره. خلينا نفترض انه عماره فيها 20 طابق، فان ان واحنا اتفقنا المره الماضيه نسينا نستعمل ان وام، اه؟ فان هي عدد الطوابق above the main terminal 20. وخلينا نفترض انه دي اف متساويه وتساوي 4.5 متر. إذا التوتال ديستانس راح تصير دي تيرمينال راح يساوي 20 في 4.5 ويساوي 90 متر. ايش يعني 90 متر؟ 90 متر هي التوتال ديستانس اللي لو بدي انتقل بين تيرمينال فلورز، تيرمينال يعني النهائي، هي 90 متر. لو جيت جربت الان على 20 شو راح يعطيني؟ راح يعطيني 20 بيساوي 90 على في 3 سميناها زائد في 3، وخلينا نفترض انه اي 1. هلا احتمال يمكن انت ما ترضى تخلي A واحد اذا كانه عندي 20 طابق، يمكن نطلعها شوي صغيره، بس عاده مش اكثر من 1.5. خلينا نفترض خليناها 1. اذا 90 على V3، V3 على 1 زائد 1، اذا بصير عندي هون بنضرب كل شيء في V3، فبصير عندي 20 خلينا نسميها V هلا هون 20 V بتساوي 90 زائد V سكوير زائد V، فبصير عندي 20 بنقولها هون بتصير 19، بتصير المعادلة V سكوير ناقص 19 V زائد 90 بتساوي 0. إذا V شو بتساوي؟ بالله شوف لنا هون عشرة قد إيه؟ 10 أو 9. 10 أو 9 يعني بيطلع معي رقمين من هون 10 أو 9 وطلعوا التنين بوزيتيف، بس ال 10 بس هلا هو أصلا إحنا مش رح نقدر ناخذ من هون على 10، فبدنا نروح على 10 متر بير سكند. هذا أول حل بنجربه. هلا بنرد بنجرب واحد ثاني. لو جربنا هاي 30 محل ال 20 راح يصير عندي هون، هاي راح تصير -19 30 راح تصير هاي 29، قديش بيطلع في؟ 25.5 و 3.5 3.5 راح نروح على 4، فبصير عندي السرعه الثانيه، اذا راح اعتبر هون 10 وبعدين عندي هون 3.5 وبعدين اخر حل اللي هو راح يكون عندي 25، لما 25 تيجي هون بروح منها واحد بتصير 24، فمحل هاي بتصير 24 19 و3 و4 و65 4 و65 راح تصير 5 مش هيك؟ فبكون عندي 3.5 و5 و10 3 و3 4 مش هيك؟ 4 و5 و10. طبعا 10 رقم عالي هون. نجرب هدول الأرقام الثلاثة 4 و5 و10 ومنشوف قديش عدد مصاعد. هلا ممكن ألاقي إنه 10 بعطيني عدد مصاعد أقل من هون، فمنكمل بنستعمل.
طبعا اخر شيء بيطلع معي سي سي لما بخلص بي فاينل، بي فاينل بتطلع معي سي سي، وعلى اساسها بختار الحجم.